السلام عليكم. بالتزامن مع لقاء الرئيس هادي بالعاهل السعودي في دولة المغرب العربي، قوات سعودية على متن سفينة عسكرية تقدر بلواء كامل تصل عدن لتأمين قصري المعاشيق والتواهي ومطار عدن وميناء المعلى والمرافق الحيوية في المدينة. حدثان متوازيان إذن. الاحتمالات السياسية تقول إن هذه العملية تأتي وفق ترتيبات لعودة هادي إلى عدن لممارسة مهامه من قصر المعاشيق في العاصمة السياسية. وكانت العلاقة بين الحكومة اليمنية والقوات الإماراتية الموجودة في عدن قد شهدت توترا متصاعدا خلال الفترة الماضية، ظهر ذلك في تصريحات وبيانات حكومية صادرة عن مسؤولين ومؤسسات رسمية. غير أن التكهنات تؤكد أن هذه القوات تأتي لتحل محل القوات الإماراتية عقب توتر العلاقة بين القوات الإماراتية وحكومة بن دغر والسلطة المحلية بعدن. وكان في وقت سابق شهدت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حملة احتجاج حول الممارسات الإماراتية في عدن، والتي باتت تفرض سلطة تجاوزت سلطة الحكومة وأثرت على مهامها، وهو ما تسبب بمغادرة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ومحافظ عدن عبد العزيز المفلحي كما يرى مراقب. إذا مشاهدينا الكرام، حول التطورات الأخيرة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. قوات سعودية تصل إلى العاصمة المؤقتة عدن وتستلم المنشآت الحيوية عوضا عن القوات الإماراتية التي قالت المصادر إنها غادرت المدينة. مراقبون قالوا إن هذه الخطوة تعد إحدى ثمار التفاهمات التي تمت بين الرئيس هادي والملك سلمان بالمغرب كمقدمة لتفاهمات جديدة تبدو الأيام القادمة حبلى بها. خلاف الحكومة الشرعية مع الإمارات لم يكن خافيا على أحد، خصوصا بعد محاولة القوات الإماراتية تغييب حضور السلطة الشرعية مقابل تشكيلات عسكرية وسياسية موالية لها، بالإضافة إلى ممارسة القوات الإماراتية الكثير من التجاوزات الحقوقية وقضايا السجون السرية والتعذيب وفق تقارير محلية ودولية. مصادر إعلامية قالت إن القوات العسكرية التي قدمت من المملكة يشكل معظم قوامها جنود يمنيون، ما دفع البعض للقول بأن هذه الخطوة تعد بمثابة إجراء أولي في طريق تسليم عدن لسلطة الرئيس هادي. تعيش عدن تغيرات دراماتيكية ألقت بظلالها على وضع الخدمات في المدينة، فمنذ الأمس زادت ساعات انطفاء الكهرباء بشكل كبير، وشكى السكان من الحر الشديد الذي يتسبب به الصراع السياسي في المدينة ويدفع ثمنه المواطن البسيط. تملك الأيام القادمة تحديد مصير عدن ومصير الشرعية، إذ يتوقع البعض عودة نهائية للرئيس هادي إلى عدن وممارسة سلطاته منها، فيما يدور حديث عن مباحثات سعودية بشأن هادي لها علاقة بلقاء أعضاء البرلمان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. عدن عقدة المشكلة والحل، وهي الترمومتر المستقبلي لما يخطط له الخليجيون وما أسفرت عنه قمة هادي سلمان في مدينة طنجة المغربية. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر دي تي ال المحلل السياسي الأستاذ باسم الشعبي من عدن، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ باسم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا. لو بدأنا أستاذ باسم بالحديث عن لواء عسكري سعودي يصل إلى عدن ولقاء أيضا الرئيس هادي بالملك سلمان في المغرب، كيف يمكن قراءة الأحداث أو المشهد من خلال هذين المعطيين؟ في الحقيقة يعني هناك إرهاصات كبيرة جدا لحدوث هذين التحولين في مسار عمل الشرعية ونشاطها السياسي على الأرض، وبالتالي يمكن القول بأن هذا التحول كان متوقعا منذ وقت مبكر، لا سيما وأن بدأ واضحا أن الشرعية اليمنية والقوات الإماراتية متواجدة في عدن منذ تحرير المدينة قبل حوالي عامين ونيف لم يعني يصل إلى تنسيق مشترك لأعمالهم في مدينة عدن، وبالتالي ربما يعني وجد الرئيس عبد الرب منصور هادي في النهاية من الأفضل له
أن يطلب تدخل المملكة العربية السعودية لإحلال قوات بديلة لحماية المنشآت الهامة والرئيسية، إضافة إلى قصر المعاشيق في عدن. وهذا طبعا هو حل جزئي ومؤقت، نعم. يأتي تمهيدا لأيضا وصول لواءين عسكريين تابعان للشرعية اليمنية، يتلقيان تدريب في العاصمة السعودية الرياض لتسلم مهام الحماية في مدينة عدن. لقاء الرئيس عبد الرب منصور هادي والملك سلمان في طنجة بالمغرب يأتي ضمن هذه التحركات التي تقوم بها الشرعية اليمنية، وطبعا هي تحركات متأخرة في الحقيقة، كان يفترض أن تتم منذ وقت مبكر، لكن أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. وأعتقد أن هذه التحركات وهذا اللقاء سيكون له يعني مؤشرات إيجابية في إحداث اختراق في جدار العلاقة بين التحالف وأيضا الشرعية اليمنية، واستمرار هذه العلاقة مهم جدا خلال المرحلة نعم. المقبلة لاستكمال عملية تحرير البلاد، وأيضا تنشيط الخدمات ودفع بعجلة التنمية في المناطق المحررة. هذا يؤدي بكل تأكيد لتحسين شروط العملية السياسية، وأيضا الدفع قدما بالعملية العسكرية للانتصار على الانقلابيين في المناطق، لا سيما في شمال البلاد. نعم، إذا أستاذ باسم، هناك من يقول بأن يعني وجود اللواء السعودي ليس بالغريب، على العكس التحالف موجود، سواء كان اللواء السعودي أو إماراتي أو أي لواء آخر، هو موجود في عدن، وهذا وجوده يعني مجرد تعزيز لقوات سابقة كانت موجودة، وأن الأمر طبيعي ولا يحمل كل هذه التحليلات، وأنه لم يأتي بطلب من الرئيس هادي. ما رأيك؟ نعم، القوات السعودية هي كانت موجودة ضمن قوات التحالف العربي في عدن وفي مناطق يمنية مختلفة، خاصة المناطق التي تدور فيها عمليات قتال مع الإنقلابيين. وبالتأكيد يعني يفترض ألا يهول هذا الموضوع بشكل كبير جدا. التحالف العربي بالذات الإمارات والمملكة العربية السعودية يعرفان جيدا كيف يتبادلان الأدوار وكيف ينسقان عملهما في عدن أو في غيرها من المدن اليمنية الأخرى. أنا أعتقد هذا الأمر إذا تم هو أمر عادي جدا، يأتي في إطار ترتيبات التحالف العربي في التغيير والتموضع القوات وتبادل الأدوار في إطار المدن المحررة وغيرها. وبالتالي يعني الأهم من ذلك هو كله أن تتسلم الدولة اليمنية أو السلطة الشرعية مهام حماية عدن والمناطق المحررة، وألا يتم الاعتماد بشكل كبير وبوقت أطول على قوات التحالف العربي التي يفترض أن يتم استغلالها في مهمات أخرى، وهي المهمة العسكرية الآن في المناطق التي تدور عملية قتال فيها. وبالتأكيد يعني أنا كنت على اتصال قبل حوالي ساعات من الآن بمصادري في الرئاسة اليمنية، وأكدوا بأن القوات التي وصلت إلى عدن ليست بهذا الحجم المهول، يعني هي أفراد وأيضا قوة، معدات عسكرية، مدرعات عسكرية، وأيضا خزانات وقود وغيرها من متطلبات العمل العسكري. ونحن نعرف بأن المقر الدائم للقوات السعودية هو أيضا موجود في قصر معاشيق منذ فترة طويلة، وخضع خلال الأشهر الماضية لعملية ترميم وصيانة، والآن يبدو أن القوات السعودية عادت إلى مقرها الرئيسي داخل قصر معاشيق، وسوف تمارس مهامها من هناك بشكل اعتيادي وبتنسيق مشترك في غرفة عمليات مشتركة مع التحالف العربي بالقيادة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا الشرعية اليمنية. نعم، إذا أستاذ باسم، يعني هل برأيك وصول قوات عسكرية لها علاقة بمغادرة رئيس الوزراء ومحافظ المحافظة؟ ليست لدي يعني معلومات كافية عن أسباب مغادرة رئيس الحكومة والمحافظ، ولكن قيل بأن الرئيس عبد الرب منصور هادي استدعاهم إلى الرياض
للنقاش حول ملفات عديدة جدا، وأيضا للقاء بقيادة التحالف العربي هناك. وأعتقد أن رئيس الوزراء أعلن بأنه سوف يعود مجددا إلى مدينة عدن، وسوف يقوم بدفع رواتب الموظفين والدفع بعجلة الخدمات إلى الأمام مثل ما كانت خلال الشهرين الماضيين. وأعتقد أن يعني لا يمكن أن نعطي الموضوع أكبر من حجمه ونهول الأمور بشكل أكبر. أمور تجري بشكل انسيابي واعتيادي، وأعتقد أن القوات الإماراتية أدت ما عليها بشكل كبير جدا في عدن وفي المدن المحررة. وأعتقد أن التصريح الذي قاله اليوم أبو ماجد، أعتقد هو نائب قائد القوات الإماراتية في عدن، بأنهم سوف يعملوا على استلام العهد العسكرية والمعدات من الجماعات العسكرية التي عملت معهم خلال الفترة الماضية، تمهيدا لإفساح المجال للقوات السعودية لتحل بديلا في مدينة عدن. أعتقد هذا يعني مؤشر طيب جدا، يدل على أن هناك مساحة كبيرة جدا ل يعني العمل بصورة مشتركة وصورة تكاملية في إطار التحالف العربي بما يخدم الشرعية اليمنية وإخراج اليمن من هذا الوضع. نعم، عند هذه المساحة أستاذ باسم سأتوقف معك لأعود لمناقشتها بعد أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام من الرياض. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخيرات عليكم وعلى الإخوة المشاهدين الكرام لقناة بلقيس. أهلا بك معنا دكتور. برأيك بداية، لماذا تم استبدال القوات الإماراتية بقوات سعودية لحماية المنشآت والمؤسسات الحكومية في عدن؟ طبعا التحالف يعمل وفق برنامج منسق مع الحكومة الشرعية، وقوة التحالف هي كل أنها يتجزأ سواء كانت إماراتية أو سعودية، الكل جاء لنصرة الشرعية ولأداء هدف واحد، وعندما يتبادل المواقع لا يعني ذلك يعني أنه حلت أجندة مكان أجندة أو أن هناك تبدل في المواقف والرؤى. نعم، هناك من يقول الدكتور أبي أن هذا التبديل يعني جاء رغبة من الرئيس هادي، خاصة بعد التوتر الذي حدث في الآونة الأخيرة يعني بين القوات، أو يعني لنقل يعني لوجود سلطة إماراتية أكبر من السلطة المحلية في عدن. طبعا يعني التحالف هو تحمل مسؤولية فرض الأمن والاستقرار في المناطق المحررة في ظل انهيار المنظومة الأمنية التي عمل الانقلابيون على تدميرها ابتداء، ويعني لم يكن هناك مثلا سلطة قوية للإمارات، بالعكس كانت السلطات هي السلطات المخولة يعني في إطار إدارة الملف الأمني وتدريب الفعاليات أو القوات الشرطة اليمنية لتحل محل قوات التحالف في مسح الملف الأمني. طبعا يظل دور التحالف مطلوب في إسناد ومعاونة الجانب اليمني سواء كانت قوات عسكرية تتبع وزارة الدفاع أو كانت قوات أمن تتبع وزارة الداخلية، لكن في الأخير القرار والتوجيهات تأتي من جهات الحكومة الشرعية. لكن الدكتور يعني ما هو ملاحظ يعني في الآونة الأخيرة أن الحزام الأمني ربما لم يكن يتبع السلطة الشرعية ولا الحكومة، وكان كثير من التصرفات تؤيد هذا الكلام، يعني سواء يعني الاستيلاء على مبنى المحافظة وعدم تسليمه للمحافظ، اعتقالات كانت تحدث، يعني أشياء كثيرة يعني ربما كانت تدل على هذا الشيء. أولا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا معرة الجيش. في لحظات الحروب واللحظات الاستثنائية لابد أن تحصل تجاوزات، والحزام الأمني كان يعمل على ضبط الأمن والاستقرار في ظل تسريبات عن وجود اختراقات، عن وجود خلايا نائمة، عن وجود محاولات لاختراق الأمن. لابد أنه يكون في نوع من
التحري ولا نقول التشدد أو التحري الزائد عن الناس الذين يأتون إلى العاصمة، لأنه لا زالت المعارك محتدمة على أطراف محافظة لاحق يعني على بعد عشرات الكيلومترات من العاصمة. لا شك أنه سيكون هناك إجراءات من أجل أن نحمل الأمور أكثر مما تحتمل. نعم، إذن دكتور، يعني هل نتوقع عودة الحكومة ورئيس الجمهورية أيضا لأداء يعني مهمهم من العاصمة المؤقتة، خاصة وهناك من يقول بأن هذا التبديل هو استعدادات أمنية لعودة الرئيس إلى عدن؟ طبعا يعني مجيء دولة الرئيس أحمد عبد الدغري إلى الرياض هو للتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية، وقد كتب يعني في ظل الإشاعات التي تسربها مطابخ الإنقلابيين، كتب الدكتور أحمد عبيد بن داغر على موقعه في تويتر أننا عائدون يا عدن، وهو عائد هو الآن في الرياض، وأنا أعتزمكم من مقر رئيس الوزراء، هو الآن يودع الناس في طريق عودته إلى عدن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، ونتمنى بسلامة الوصول لدولة الرئيس أحمد عبيد من الدغرة. عودة إليك أستاذ باسم. أستاذ باسم، لو تحدثنا عن يعني تقييمك للحضور الإماراتي في عدن خلال الفترة المنصرمة. يعني استطيع القول بانه كان حضورا ايجابيا في المجمل، وان كان هناك اخطاء حصلت او تجاوزات، هذه الاخطاء يمكن تجاوزها واعاده النظر فيها. فعلا نحن نمر بمرحله هامه ومرحله حرجه تشهد فيها البلاد ثوره وأيضا التحول السياسي كبير جدا، وأعتقد أن يعني هذه الأخطاء يمكن أن تحدث في يعني عدن وفي غيرها من المدن اليمنية، وأعتقد أن يعني ما حدث من غياب للتنسيق بين الشرعية اليمنية وقوات الإماراتية في عدن هو من الذي أحدث فجوة كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، وبالتالي ساهم بشكل كبير أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، وأعتقد أن في مستقبلا سيتم تلافي هذه الأمور، وسيكون هناك تنسيق عالي المستوى بين الشرعية اليمنية والتحالف العربي لإدارة كافة الملفات في العاصمة عدن وغيرها من المدن اليمنية. طبعا يعني أنا كمحلل ومراقب سياسي كنت أتوقع منذ البداية أن يحدث هناك سوء فهم أو عدم تنسيق بين الشرعية اليمنية والقوات الإماراتية تحديدا. نتيجة ماذا؟ الحقيقة أنا كمراقب سياسي كنت أقرأ بعض التوجهات لبعض القوى، يعني التوجه للإماراتيين في عدن كان كما يبدو يتصادم مع تطلعات الشرعية اليمنية فيما يتعلق بملف التغيير في البلاد والمقاومة الشعبية. الإماراتيون كما يبدو لديهم أجندة سياسية أخرى تتعلق بدعم الحراك، وأيضا كما يبدو إبقاء الرئيس المخلوع ونقله في المشهد اليمني، وبالتالي حاولوا خلال الفترة الماضية يعني الضغط على الشرعية اليمنية للقبول بالتسوية مع الرئيس المخلوع، وكما يبدو دعم أيضا كيانات وتوجهات أخرى لاستخدامها كما يبدو في الضغط على الشرعية اليمنية، وأيضا ربما تجاوز الشرعية في فترة لاحقة والقيام بحوار بين مكون المجلس الانتقالي وبين المكون المجلس السياسي تحديدا جماعة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وعادة أحمد علي عبد الله صالح إلى المشهد. الإماراتيون أفصحوا عن ذلك بشكل واضح، وزير الدولة لشؤون
الخارجية قرقاش صرح بأكثر من مرة بأنهم يتطلعوا إلى إعادة أحمد علي عبد الله صالح إلى صنعاء وللعب دور سياسي في المشهد اليمني، وبالتالي هذا يتعارض مع تطلعات الشعب اليمني الذي خرج في ثورة شعبية عارمة وفي مقاومة شعبية مسلحة لإنهاء الانقلاب وإنهاء مشروع التوريث وإحداث تغيير في البلاد والانتقال إلى الدولة الاتحادية والحفاظ على البلد موحدا. كل هذه التحركات كما يبدو كانت تتعارض مع مسار الشرعية اليمنية ومسار التغيير في البلاد، أدى إلى حدوث عدم تفاهم وعدم التناسق وعدم تنسيق مشترك بين الشرعية اليمنية والقوات الإماراتية، وصل في الأخير أيضا إلى فيما يتعلق بإنشاء مكونات عسكرية وأجهزة أمنية ذات طابع قهوي ومناطقي في المدن المحررة. ليس فقط هذا يضر باليمن بشكل عام، وحتى على لو نظرنا له أيضا من زاوية الجنوب أيضا هو يضر أيضا بالنسيج الاجتماعي في الجنوب وبأيضا يعني العمل المشترك في إطار عدن وغيرها من المدن المحررة. نعم، إذن أستاذ باسم، يعني الآن القوات السعودية التي وصلت، هل نتوقع منها أن تحد من النفوذ والتدخل الإماراتي أو الأخطاء التي حدثت كما سميتها، خاصة يعني التدخل في الشؤون الداخلية للسلطة المحلية، إدارة المرافق الحيوية كالمطار والموانئ وغيره؟ أتمنى ذلك أن تتاح الفرصة للرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية أن تعمل بشكل مكثف في العاصمة المؤقتة عدن. السلطة الشرعية تتحقق خلال الفترة الماضية بأنها تواجه صعوبات ومعوقات وتصطدم بالإدارة الإماراتية في عدن. الآن إذا كان هناك فعلا وصلت قوات سعودية وإذا كان هناك ثمة تسليم ملف عدن والعاصمة عدن للإدارة السعودية، سوف نرى يعني ما الذي ستقدمه الحكومة الشرعية وما الذي سيقدمه الرئيس عبد ربه منصور هادي على صعيد ملف الخدمات وملف التنمية وأيضا مواصلة العمل العسكري في المناطق التي تدور فيها عمليات قتال. أعتقد أن تهيئة الأمور للشرعية اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي بالعودة إلى عدن للعمل بشكل جدي هو مطلب الشعب اليمني وهو شيء مهم جدا للتحالف العربي. أيضا تحريك ملف الاقتصاد في مدينة عدن ودفع رواتب الموظفين وإخماد بؤر الفوضى في المدينة وإعادة توحيد الأجهزة اليمنية بشكل وطني في مدينة عدن هو يخدم سعادة مؤسسات الدولة ويخدم بناء دولة يمنية حقيقية ستكون ضامن حقيقي لليمن واستقراره ولاستقرار المنطقة. على التحالف العربي أن يدرك ذلك بأن اليمن ستظل ساحة للفوضى في حال عدم دعم القيادة اليمنية بالاتجاه صوب بناء دولة واستعادة مؤسسات الدولة في عدن. العالم أيضا مطالب بدعم الشرعية اليمنية ومطالب بدعم مسار التغيير في البلاد وخروج اليمن من هذا المأزق وإنهاء الانقلاب والاتجاه صوب الدولة اليمنية الاتحادية التي تلبي تطلعات كافة اليمنيين في الشمال وفي الجنوب. وأعتقد أن يعني اليمنيون قطعوا شوط كبير جدا فيما يتعلق بمسار التغيير، وأعتقد أن ما حصل خلال الفترة الماضية هي معوقات وإرهاصات كان يعني تم تجاوزها بشكل سلس وبشكل يعني عقلاني من قبل الشرعية اليمنية. وأعتقد أن المرحلة المقبلة أنا متفائل بشكل كبير جدا بأن التنسيق سوف يكون ذات طابع جدي مع التحالف العربي وستكون هناك ندية في التعامل فيما يتعلق بملف الدولة وبناء الدولة واستعادة المؤسسات في مدينة عدن وأيضا التقدم بشكل كبير جدا لحسم المعركة في المناطق التي تدور عمليات قتال لا سيما في تعز وصنعاء وغيرها من المدن الأخرى. نعم، إذن أستاذ باسم اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لكم.
إذا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ باسم. أستاذ باسم، لو تحدثنا عن يعني برأيك ما هي أبرز نقاط الخلاف بين الحكومة اليمنية والإمارات في عدن والمناطق المحررة؟ أنا تحدثت من سابق وأشرت بشكل واضح بأن هناك يعني اختلاف في الأجندة وفي التوجهات فيما يتعلق بالملف السياسي كما يبدو في عدن وفي اليمن بشكل عام. يعني الأخوة الإماراتيين عندهم تحسس كبير جدا من وجود حزب الإصلاح في العملية السياسية وفي الحكومة وبجوار الرئيس عبد ربه منصور هادي، مع أن الحكومة هي حكومة توافق تشارك فيها أحزاب عديدة. حزب المؤتمر الشعبي العام يحظى بنصيب الأسد في الحكومة، وأيضا الرئيس هو ينتمي للمؤتمر الشعبي العام ورئيس الحكومة ينتمي للمؤتمر الشعبي العام. وأعتقد أن حزب الإصلاح تواجده في الحكومة ومحدود بشكل، لكن الإماراتيين عندهم تحسس كبير جدا من وجود الإصلاح، وبالتالي ربما ينظروا بأن نجاح المقاومة الشعبية اليمنية في دحر الانقلاب سوف تمهد الطريق لوصول حركة التغيير في البلاد إلى السلطة في اليمن، وبالتالي سيكون هناك تأثير للقوى التي تتعارض مع الإمارات وهي تعمل كما يبدو على يعني خلق قوى أخرى بديلة في الساحة اليمنية، سواء كان في الشمال أو كان في الجنوب، في محاولة كما يبدو يعني جعل الدورة الشرعية دور هامشي فيما يتعلق بالملف السياسي وفي التسوية السياسية القادمة أو في يعني الانتصار إذا ما حصل للمقاومة الشعبية. عبد الرب منصور هادي يرفض أن يكون دوره هامشي، يريد أن يكون هو رئيس الدولة وعليه مسؤولية كبيرة جدا أمام الشعب وأمام القوى السياسية التي وقفت معه في الحرب مع الإنقلابيين، وأيضا الشباب الذين عملوا على تفجير الثورة وإسقاط الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لا يمكن أن يقبلوا بعودة الرئيس علي عبد الله صالح في تسوية سياسية أخرى، ولا يمكن أن يقبلوا بعودة الرئيس هادي. لن يقبل نعم أستاذ باسم، يعني قلت أن الرئيس هادي لن يقبل بدوره هامشيا، ولكن هناك من يتساءل يعني عن وجوده أو حضوره فعليا فيما يحدث في الجنوب في البلاد. نجد أن هناك صمت وبعد تماما عن الشارع اليمني. هناك من يطالب، يعني نود أن نسمع خطابا واحدا يوضح الصورة أو يوضح ما يحدث. يعني من خلال كلامك يتضح لي أن الرئيس هادي يعمل جادا على حضوره فعليا في الدولة، يعني ولكن لما لا يصل هذا الحضور للناس؟ في الحقيقة أنا أرى بأن هناك قصور كبير جدا في الشرعية اليمنية وفي يعني إخفاق أيضا حصل في الفترة الماضية، وبالتالي تأخر الشرعية اليمنية لفترة أطول في الرياض بعد تحرير العاصمة عدن، ساهم أيضا بشكل كبير جدا في وجود قوى أخرى ونشوء سلطة موازية في مدينة عدن. يعني كما يبدو عدم تصدر الشرعية اليمنية للمشهد العام والوضع العام في مدينة عدن، لا سيما ملف الخدمات وملف الأمن، أساهم في تراجع الشرعية بشكل كبير جدا في حضورها الشعبي والجماهيري في مدينة عدن. لكن كما يبدو الآن الشرعية اليمنية تعوض خساراتها خلال المرحلة الماضية، وقد رأينا تحركات المحافظ المفلحي وتحركات أيضا بن دغر خلال المرحلة الماضية خلال الشهرين الماضيين، يعني شكل عامل إيجابي جدا وأعاد نوع من الاطمئنان للشارع اليمني.
وأعتقد أن أي سلطة أخرى سواء كانت سلطة موازية، سلطة التحالف، أو سلطة لجماعات أخرى لا يمكن أن تكون بديلة لسلطة الدولة للرئيس عبد الرب منصور هادي بما يحظى به من شرعية شعبية ودولية واعتراف دولي. والرئيس عبد الرب منصور هادي مطالب بالخروج من الدائرة السلبية إلى الدائرة أكثر إيجابية لتصدر المشهد العام في مدينة عدن وقيادة دفة التغيير والتحول في البلاد وأيضا العملية العسكرية. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ باسم أن ينضم معنا عبر الهاتف أيضا الصحفي فتحي بن الأزرق عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور لك ومشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك أستاذ فتحي. بداية برأيك ما هي دلالات وصول قوات سعودية لتأمين المؤسسات الحيوية والمؤسسات أيضا والمناطق الحيوية في عدن؟ الحقيقة أن هذا الوصول ربما يكون على صلة بتفاهمات سياسية وعسكرية بين دول التحالف المشاركة في إنهاء الانقلاب في اليمن، لكن عامة نحن في كسكان للمدينة وعايشين داخل المدينة نرى أن هذا التغيير أو هذا الوصول للقوات لن يضيف شيء جديد على الأرض، كون أن المشكلة أساسا في عدن هي ليست قلة عدد القوات العسكرية أو الأمنية. هناك في عدن حوالي أكثر من 13 أو 14 معسكر تابع لقوات الأمن والجيش، وتضم هذه المعسكرات عشرات الآلاف من الجنود، ولم يحدث أي تغيير لا على المستوى الأمني ولا على المستوى العسكري في جبهات القتال. لذا عدن هي بحاجة حقيقة، عدن بحاجة إلى تسوية سياسية بين الأطراف المتصارعة. هذه الأطراف المتصارعة هي بحاجة أولا للاعتراف أن لديها مشكلة فيما بينها، ومن ثم الجلوس على طاولة مفاوضات واحدة للتوصل إلى تسوية سياسية تتضمن حضورا متساويا لكل الأطراف، يسمح للدولة بأن تشتغل وبأن تعمل وبأن يمارس المحافظة المسلحي صلاحياته، وبأن يتم تقليص نفوذ كافة القوى المسلحة المنتشرة في عدن. نعم، هذا النفوذ أن هذه القوات لن تضيف أي شيء إيجابي بالمطلق. نعم، يعني حين عرفنا أن الإمارات بدأت تطالب باستلام العهد العسكرية، ألا يعد هذا أيضا تقليص للنفوذ الذي تتحدث عنه؟ ربما أيضا إحلال القوات السعودية ربما يشي أو يعني بأن دور الإمارات أصبح سلبيا في عدن؟ هو الحقيقة حتى اللحظة أنه لم يتم تأكيد جزئية أن الإمارات سحبت قواتها، بالعكس الإمارات لا تزال متواجدة ولديها أكثر من معسكر في عدن، تضاف إليها القوات السعودية الحالية ووجود قوتين دوليتين في عدن. أنا شخصيا أعتقد أنه سيتسبب بحالة من النزاع على الأرض بين الطرفين، هناك حالة من التنافس بين الجانب الإماراتي والسعودي. يعني ألا يوجد تنسيق بينهما؟ عامة تتحدث كل الأطراف عن وجود تنسيق، لكن الواضح والحقيقي أن الإمارات تقف إلى جانب طرف من أطراف النزاع في عدن، والسعودية تقف إلى جانب طرف من أطراف النزاع، والسعودية والإمارات تدعم وبقوة كل طرفي النزاع. بالتالي نحن بحاجة في الأساس، ربما لا أبالغ أن قلت نحن بحاجة إلى حوار سعودي إماراتي داخل عدن. يجب أن تتحاور هذه الأطراف أولا وأن تنسق فيما بينها وأن تتوصل إلى رؤية سياسية وعسكرية وأمنية مشتركة. إذا توصلت هذه الأطراف إلى ما يشبه الاتفاق أو التنسيق، أعتقد أن الأطراف التابعة لكل طرف من هذه الأطراف سيتوصل إلى تسوية سياسية، أو ربما ستسير الأمور نحو الأفضل. فيما يخص هل الإمارات صارت لها دور سلبي أو إيجابي، لا يمكن القول أن الإمارات لها دور سلبي بشكل كامل، ولا يمكن القول أيضا أن الإمارات لها دور إيجابي. الإمارات في لحظة من اللحظات كانت عامل إيجابي كبير، وفي لحظة من اللحظات كانت عامل سلبي للأسف الشديد فيما يخص عدم قدرتها على توحيد الأجهزة الأمنية المناطقية الفئوية الشلالية التي شكلت على يد التحالف. التحالف يتحمل مسؤولية وجود هذه القوات المتنازع اصلا. طيب استاذ فتحي، يعني برايك، يعني قبل ان تنتقل الى نقطه اخرى، يعني تحدثت عن وقوف يعني كل دوله مع طرف من اطراف الصراع، برايك ما مخاطر هذا الاصطفاف على يعني التنميه في عدن، على تحرير عدن فعليا
وعودة السلطة الشرعية إليها؟ عدن لن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام طالما كل طرف من الأطراف يدعم جماعة مسلحة، كل طرف من الأطراف يدعم قبيلة أو منطقة أو معسكر معين. عدن بحاجة إلى أن تذوب كل هذه المعسكرات وتذوب كل هذه القوى المتنافرة في إطار دولة حقيقية. نحن بحاجة إلى قوات أمنية حقيقية وبحاجة إلى قوات عسكرية حقيقية. لكن طالما واستمر نشاط المؤسسة الأمنية والعسكرية بهذا الشكل، فأنا شخصيا أعتقد أننا أساسا نحن أمام دولة عصابات كبيرة بزي رسمي في عدن. نحن بحاجة أن تبذل دول التحالف منها الإمارات والسعودية إلى جانب الحكومة الشرعية جهود كبيرة في هذا الإطار، بحيث أنه كل هذه القوات تصبح قوات رسمية حقيقية. لا 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 نقف أمام مؤسسة أمنية أو مؤسسة عسكرية أو مؤسسات مختلفة وهي كل مؤسسة تنتمي إلى طائفة من الناس أو منطقة من الناس. لا، نحن بحاجة إلى قوات أمنية حقيقية تنتمي لشكل الدولة، تنتصر لشكل الدولة. هذه الأساسيات إذا وجدت، أنا شخصيا أضمن للجميع والأساس والكل يضمن هذا، أن الدولة ستتحرك في عدن وسيستطيع الرئيس هادي أن يدير الإدارة في عدن. لكن طالما الدولة هكذا مقسمة فلا يستطيع الرئيس هادي أساسا أن يأمن على حياته، ولا يستطيع بن دغر، ولا نستطيع حتى نحن أن نأمن أنفسنا أمام واقع شللي مناطقي مقيت كالذي نعيشه. نحن بحاجة إلى أن كل هذه الأطراف إذن توقف عن حال دعني أنقل هذه الفكرة. نعم، دعني أنقل هذه الفكرة لضيفنا عبر الأقمار الصناعي أستاذ باسم. أستاذ باسم، ربما سمعت الحديث الأستاذ فتحي يتحدث عن يعني وجود اصطفافات، كل دولة تصطف من دول التحالف تصطف مع طرف من أطراف الصراع وتدافع عنه بقوة، وهذا بالتأكيد سيشكل صراع أسوأ يعني إن لم تحل المسألة كما تحدث، والجلوس على طاولة حوار لوضع أبجديات معينة. ما رأيك؟ في الحقيقة يعني نحن طالبنا منذ وقت مبكر بأن تكون هناك رؤية للتحالف العربي واضحة ومحددة، ليس فقط فيما يتعلق بالعملية العسكرية وأيضا يعني في العملية السياسية وفي المسار السياسي وفي المشروع السياسي للشرعية اليمنية والدولة اليمنية. انتظل يعني الأطراف المهمة الداعمة للشرعية اليمنية لديها أجندة سياسية مختلفة ومتعارضة، هذا يضر بشكل كبير جدا بالتوافق والعمل المشترك في العاصمة عدن. أنا في الحقيقة لم أكن أتوقع بأن الحراك الجنوبي الذي شارك بفاعلية كبيرة جدا في المقاومة الشعبية ودحر الإنقلابيين من عدن، فضلا عن دوره الثوري الكبير في مقارعة الاستبداد والظلم منذ 2007 وحتى الآن، لم أكن أتوقع بأنه سيصبح خارج معادلة الشرعية اليمنية. يعني في الحقيقة كان من المهم أن تستمر مظلة الشرعية اليمنية ويستمر العمل كل القوى السياسية المنضوية تحت إطار الشرعية، ينبغي أن تعمل تحت هذه المظلة، ولكن كما يبدو حصل عدم وجود رؤية واضحة للمسار السياسي للدولة اليمنية المستقبلية لدى أطراف التحالف العربي، هو الذي أدى في الحقيقة لنشوء هذه التعارضات والتمايزات، وأدى أيضا إلى يعني ذهاب الحراك الجنوبي لتشكيل مجلس سياسي للمطالبة بانفصال الجنوب، وهو مدعوم بشكل كبير جدا من قبل دولة الإمارات. أنا أدعو التحالف العربي لمراجعة موقفه فيما يتعلق بالمسار السياسي والعملية السياسية والشكل الدولة القادمة لليمن، حتى يتمكن من لم وحشد كافة القوى التي شاركت في المقاومة الشعبية تحت مظلة الشرعية اليمنية لمواجهة الانقلاب وإسقاطه، ثم الجلوس على طاولة الحوار للاتفاق على مستقبل اليمن السياسي القادم.
نعم. إذن أستاذ فتحي، برأيك هل ممكن أن تحل هذه الإزدواجية، يعني خاصة إذا ما كان هناك وضوح أكثر فيما يحدث؟ يعني في السابق كنا نتحدث عن كيف تقبل السعودية مثلا بدعم الإمارات للمجلس السياسي الذي يطالب بالانفصال وبتجريد السلطة الشرعية من صلاحياتها، كيف تقبل السعودية بكل الممارسات الخاطئة التي كانت تحدث في الإمارات، رغم أن يعني في عدن من قبل الإمارات، رغم أنها تحت مظلة التحالف والتي يجب أن تكون له أجندة واضحة ومحددة وواحدة أيضا؟ هو الحقيقة أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو تعبير سياسي حقيقي عن إرادة الشعب في الجنوب، وليس له أي صلة من وجهة نظري بالإمارات، وهو كان سيحدث سواء كانت الإمارات موجودة أم لا. بالنسبة لعلاقة السعودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتنسيقهما فيما يخص الوضع في عدن، الكل بدأ يرى بشكل واضح أن هناك انفصال تام بين الدور السعودي والدور الإماراتي ودور الحكومة الشرعية. هذه الأطراف تحدثت خلال السنوات الماضية أن هناك خلال الأشهر الماضية أن هناك لجنة مشتركة على أساس كانت ستقوم بحل كافة الإشكاليات الموجودة في عدن والطارئة، لكن هذا لم يحدث بالمطلق. شاهدنا الكثير من الاختلالات السياسية والأمنية والعسكرية، وكان يجب أن تكون هناك لجنة ثلاثية مشتركة بين كل ثلاث الأطراف، لكن للأسف الشديد لم يحدث شيء من هذا بالمطلق. حالة الانفصال بين الدور السياسي للمملكة العربية السعودية والدور السياسي للإمارات هو واضح جدا على الأرض. هناك خروج عن الهدف الأساسي لدور التحالف في اليمن في استعادة الشرعية. بعض الأطراف في التحالف الأساسي الجديد ذهبت خوض مراحل صراع خاص فيها، تحقيق أهداف سياسية خاصة فيها، وهذا ما أثر بشكل كبير على دور التحالف في استعادة الشرعية في اليمن. المطلوب هو اليوم أن تجلس الإمارات العربية المتحدة وأن تجلس المملكة العربية السعودية والحكومة الشرعية ككل، تجلس كل هذه الأطراف وأن تنسق فيما بينها وأن تعيد بلورة أهدافها في اليمن. ما الذي يريدونه؟ هل هم ذاهبون أساسا لتحرير اليمن من قبضة الحوثيين وصالح، أم أن كل طرف لديه مصالح خاصة وذهب لتحقيقها في اليمن؟ أنا شخصيا أعتقد أن السعودية بدأت تفهم أن هناك حالة من الإرباك تسببت بها المشاكل الداخلية للتحالف العربي، ربما في الجنوب أو في مارب أو في مناطق أخرى، وهي بحاجة ماسة لتصحيح هذا الوضع، وهو ما وصلت إليه مؤخرا. وشخصيا اعتقد انه المملكه العربيه السعوديه ربما تصحح الكثير من الاخلاق. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ فتحي بالازرق المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عوده اخيره لك استاذ باسم في دقيقه، يعني هل برايك يعني بالتحركات الاخيره نتحدث، نستطيع التحدث عن وجود انفراجة في المشهد السياسي وخاصة يعني في عدن، عودة حقيقية للسلطة الشرعية وممارسة حقيقية لمهامها؟ هذا أمر يعني حتمي ومهم جدا أن تعود الحكومة اليمنية وأن يعود الرئيس عبد الرب منصور هادي لممارسة مهامه من عدن، والتحالف العربي مطالب بتهيئة الظروف لنشاط الحكومة ونشاط الرئيس عبد الرب منصور هادي وتوفير الحماية الأمنية، ريثما يتم تجهيز قوة عسكرية يمنية للقيام بمهمة حماية الرئاسة وحماية المنشآت الحيوية في مدينة عدن. لن يستطيع أحد أن يقوم بمقام الدولة اليمنية والسلطة الشرعية اليمنية والشعب اليمني في حماية هذا البلد وإخراجه من هذا المأزق. دور التحالف العربي هو دور مساعد ليس أكثر، مرحب به ومطلوب أن يتضاعف خلال المرحلة المقبلة. لا مجال أمام التحالف العربي والقوى الدولية الداعمة إلا من دعم مشروع التغيير في اليمن ودعم بناء الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة وتسوية كافة الملفات السياسية في البلاد ودعم مشروع التنمية، وبالتالي هذا يتحقق من خلاله إسقاط الانقلاب وإعادة الشرعية اليمنية وإسعاد مؤسسات الدولة وبناء الدولة اليمنية الجديدة بمشاركة كافة اليمنيين في هذه الدولة. نعم، وهذا ما نتمنى بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك أستاذ باسم الشعبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.